السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلوا على محمد يا أخوان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكلف بالدعوة، كان ملك على بناته واحد اسمه عتبة والثاني عتيبة، عيال عبد العزة يعني أبو لهب. عندما انزلت الدعوة والرسول أعلن الإسلام والوجهة وخلاص يلا، قال بني عتبة وعتيبة، يقولهم أبوهم أبو لهب، ترى ما كان مدخلا بهن بس ملكه، ملكين قبل الإسلام. يوم جت الدعوة طلبهم أبوهم، قال بني عتبة وعتيبة، قال نعم يا أبي، قال اذهبوا وطلقوا بنات محمد صلى الله عليه وسلم، اذهبوا وطلقوهن. رجل صبا، رجل يعني قام يحط لي، قال على طول يبا. عتبة طوال الله قال من الآن هي مطلقة، طالق، فهي طالق. لكن عتيبة قال لا، أنا تطليقتي الحال، أنا تطليقتي أبطلقها بأسلوب غير. ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد أرأيت هذا الذي ينزل عليه وتدعي أنه منزل من الله، يقصد القرآن الكريم؟ قال نعم. قال أنا كافر به، نسأل الله العفو، وأخذ يسب الرسول ويسب الرسول ويبصق في وجهه ويسب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول ساكت. ثم يوم فرغ من مسبته الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، اللهم سلط عليه كلب من كلابك، ثلاث مرات، ثم انصرف. ثم أتى إلى أبيه أبو لهب، قال يا أبتي أني طلقت بنت محمد وكذا ما فعلت وكذا ما فعلت، علم به. قال وماذا قال الرسول وماذا قال محمد لك؟ قال لم يرد بشيء، ألا أني يوم فرغت من سبه وشتبه رفع يديه إلى السماء وقال مرتين أو ثلاث اللهم سلط عليه كلب من كلابك. قال يا بني والله أني أخشى عليك من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفون أنه حق. قال يا بني أني أخشى عليك من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا أبتي لا عليك. ذهبهم إلى تجارة إلى الشام، ثم انزلهم في وادي، فأتاهم رجل كبير، قال أين سيد هذا القوم؟ أين كبيرهم؟ قال ما هو ذاك، فذهب إليه قال يا رجل ألا تخشى على قومك ونفسك من هالوادي اللي كله سباع وضباع؟ ثم ذهب هالشايب وراه، قال يا قوم والله أني أخشى على عتيبة من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أمرنا يا سيدي، ماذا تبين أن نفعل؟ قال يعني أن نغير محلنا، وحنا نزلنا والليل وصعب أن نمشي، لكن نبي تجعلون لعتيبة محل مرتفع لكي تطمن عليه ولكي ما يجي شيء يضر. يقول فوضع ممتعتهم فوق بعضها حتى ارتفع، فرفعوه على الأكتاف ووضعوه فوق، كأنما ارتاح أبو لهب بعض الشيء. هبار بن الأسود كان من ضمن الموجودين في حراسة الجيش القافلة، ثم جعل شبه حرس يعني متواجدين قريبين من عتيبة، يعني على شكل حلقة مصلحين عليه. يقول فهبار بن الناس وقال ربما يبي يحصل الليلة حادثة، يقول ما جاني نوم، يقول فنام الجيش عن بكرة تبيه لو انتعابة وجايين من محل بعيد فنام، فإذا يدخل علينا أسد كبير الرأس، فخم رأس كبير، فإذا هو يمر ويشم واحدا واحد من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه ويطلع، مو هذا المطلوب، ويمرهم واحد واحد. فيقول هبار بن الأسود مو مر علي أنا، قلت يا رب يسلم يا رب يسلم، فشمني من مفرق رأسي إلى فتعداني راح وخلاني، قلت والله لا بقيت إلى أصل الرسول لا أسلم، فأسلم هبار بن الأسود. ثم ما وجد مطلوبه حتى جاء إلى محل عتيبة، ثم رفع رأسه إلى الأعلى،
كأنما شم ريحته، ثم جمع نفسه الأسد فقفز فإذا هو فوق عند عتيبة. يقول فشم من أخمص قدمه حتى وصل رأسه، فكأنما هذا المطلوب هذا المكلف به. يقول فك رأسه الأسد فجز رأس عتيبة ثم ذهب به. يوم أنهم أصبحوا فإذا مغير جسم عتيبة ورأسه مروح، قال يا بني هذا ما خشيت عليك من هذا ما خشيت عليك من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كيف الله سبحانه وتعالى يدافع عن المؤمنين عن أوليائه، وكيف بمحمد صلى الله عليه وسلم سيد البشرية وسيد من سيد كل البشرية. نعم فخر الرسول صلى الله عليه وسلم لا مثل أحد منزلته عند الواحد الأحد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من تبعه صلى الله عليه وسلم. هذا مهلك ابن أبو لهب، هذا ما حبيت أورده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.